السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن 50 قرش ورق للعملة المصرية، اللي هي إصدار سنة 1978. طبعا إصدار البنك المركزي المصري، وبنلاحظ هنا ده شكل العملة من الوجه الأول، وموقع عليها اللي هو محافظ البنك المركزي محمد عبد الفتاح إبراهيم، ولو جينا للوجه الآخر للعملة، ده الوجه الآخر للعملة، ده معمول عليه تمثال اللي هو فرعوني، مكتوب عليه ده طبعا قيمة العملة، و سنترال بنك اوف ايجيبت، ده الوجه بتاع العملة. ولو جينا ل قيمة هذه العملة، بنجد ان اعلى سعر وصلت له هذه العملة هو 50 جنيه، واقل سعر هو 40 جنيه، ده في موقع امازون مصر. العملة بنجد ان هي يعني عملة قديمة نسبيا، ونقدر ان احنا يعني اللي عايز يقدر، اللي عايز يبيع يبيع لو عنده كميات منها، عايز يحتفظ بيها لفترة الى ان يرتفع قيمتها السوقية ويحقق ربح أفضل، ممكن هو يحتفظ بيها. وأنا في أنا في نهاية الفيديو سايب برضو صورة من صفحة أحد المواقع اللي محدد فيه أعلى سعر وأقل سعر متوسط سعر لشراء هذه العملة. وفي نهاية الفيديو أرجو ما تنسوناش من الضغط على زر لايك وسبسكرايب، وعمل شير للفيديو، يعني تشجيعا لنا على تقديم فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.